بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم، نحمد الله تبارك وتعالى بجميع محامده، ونصلي ونسلم على صفوة خلقه سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعمة التي لا تحصى عددا، صل على خليلك محمد وآله، وبك نضرأ في نحور الأعداء والجبارين. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى، واحفظنا فيما غبنا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما انحضرناه. يا من لا تضره الذنوب ولا ينقص العفو، هب لنا ما لا ينقصك، واغفر لنا ما لا يضرك. نسألك يا ربنا في يومنا هذا فرجا قريبا ورزقا واسعا والعافية من البلايا. ونسألك ربنا تمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية والغنى عن الناس. وبعد، حياكم الله أيها الأحبة الكرام على مائدة القرآن. رجينا من الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. آمين 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 يا رب العالمين. هذه الآيات الكريمة صفحة رقم 211، وما زلنا مع سورة يونس في هذه الرحلة القرآنية المباركة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لإتمامها على خير إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه الآيات فيها حال الإنسان في حالة الضراء، وبعد أن ينعم الله تبارك وتعالى عليه بالرخاء، هل يستمر على ما عاهد الله تبارك وتعالى عليه هو في حالة الضراء؟ وفيها كذلك حالة الإنسان إذا أصابته الهموم وأحاطت به الهموم من كل جانب. في هذه اللحظة لا شك أنه يتذكر الله تبارك وتعالى ويدعو الله عز وجل مخلصا له الدين. وفي هذه الآيات كذلك ضرب الله تبارك وتعالى مثل لهذه الدنيا كالمطر، حينما ينزل من السماء على الأرض فتختلط به يعني الأرض ويشرب منه الأنعام وتنتفع أو ينتفع منه النبات. هذه الآيات الكريمة، فانتبهوا بارك الله فيكم. قال الله تبارك وتعالى: وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. المعنى يعني إذا أذقنا الناس نعمة من مطر وخصب بعد جدب وبؤس أصابهم، إذا لهم استهزاء وتكذيب بآياتنا، قل أيها الرسول لهؤلاء الله تبارك وتعالى أعجل مكرا وأسرع استدراجا لكم وعقوبة، إن الحفظة من الملائكة يكتبون ما تدبرون من مكر لا يفوتهم منه شيء، فكيف يفوت خالقهم جل وعلا؟ وسيجازيكم الله تبارك وتعالى على مكركم. وهذه الآية أيها الأحبة تفيد أن الإنسان مراقب، هناك ملائكة تكتب الحسنات والسيئات، كل لفظ كل كلمة كل حاجة أنت بتعملها اعلم أنك مراقب وستحاسب عليها بين يدي الله تبارك وتعالى. فالناس في حالة الرحمة أو في حالة يعني الراغد من العيش، لا شك أنهم ينسون خالقهم تبارك وتعالى، فإذا أذهب الله تبارك وتعالى عنهم ما بهم في اللحظة ديت بينسوا تاني، ويكون الإنسان أسرع مكرا ويرجع إلى ما كان عليه قبل أن يعني يكشف الله تبارك وتعالى عليه عنه من البلاء. ولعل هذه الآية مشابهة للآية التي مرت بنا في قوله تبارك وتعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. الإنسان لما بيسيبه الضر، إنسان لا قدر الله يمرض أو شيء أو يسيبه ابتلاء معين، بيدعو الله عز وجل. ده شوف يعني في كل حالات دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، في كل حالات. فلما كشفنا عنه ضره يجي ربنا سبحانه وتعالى يستجيب له ويكشف عنه ما به من الضر في اللحظة دي. إيه اللي بيحصل؟ مرة كأن لم يدعونا إلى ضر مس، يعني الشخص اللي هو المريض: يا رب شفيني يا رب يا رب شفيني.
ده انا بعد ما ربنا يشفيني ده انا هصلي وهعمل كذا وهقرا قران واحفظ قران وهحضر مجالس العلم وهعمل كذا وكذا، ويفضل يعاهد ربنا تبارك وتعالى على امور كثير. طيب بعد ما ربنا سبحانه وتعالى بيعافيه ايه اللي بيحصل؟ سبحان الله، مره كان لم يدعنا الى ضر مسه كذلك زوينا المسرفين ما كانوا يعملون. هنا في الايه دي بقى واذا اذقنا الناس رحمه من بعد ضراء مستهم، يعني ابتلاء معين اصابهم او الكلام ده، ايه اللي بيحصل؟ اذا لهم مكر في اياتنا. فاوعى تكون زي الناس دول اللي بيعاهد ربنا ان هو لما الدنيا تبقى حلوه معاه، لما يبقى معاه فلوس هيتصدق وهيزكي وهيعمل ويخلي، ولما ربنا تبارك وتعالى بينعم عليه خلاص اكنه لم يعاهد الله تبارك وتعالى على شيء. ولعل ياتي معنا كذلك قول الله تبارك وتعالى ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. دول ده ربنا لما ربنا يوسع عليا ده انا هعمل كذا وكذا وكذا، ويفضل يعني ايه يمني نفسه ببعض الايه الاشياء اللي هو هيعملها. طيب فلما ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. طيب فلما اتاهم من فضله ايه اللي حصل؟ بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فاوعى تكون من الصنف ده. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيب وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يسيركم أيها الناس في البر على أقدامكم وعلى دوابكم، وانت ماشي على رجليك كده اعرف انك انت لا حول ولا قوة لك الا بالله جل وعلا. مفيش حركة بتتحرك في جسدك، رجليك ايديك حتى رمشك حتى عينيك اي حاجة الا بقدرة الله تبارك وتعالى. انت مش جاي كده يعني انت جاي هنا بقدرة الله تبارك وتعالى وبحول وقوة الله عز وجل. لذلك لما تقول لا حول ولا قوة الا بالله استحضر هذا المعنى، أتينا إلى هنا بتوفيق الله جل وعلا لنا. يبقى هو الذي يسيركم أيها الناس في البر على أقدامكم وعلى دوابكم، حتى الدبة اللي أنت ماشي عليها ديت اللي أنت راكبها، يعني أي دبة، ما سيارة، عجلة، موتوسيكل، حتى ولو حمار أعزكم الله، أي حاجة أنت راكبها، مين اللي مخلي الحاجة ديت خلاها تمشي بهذه الطريقة؟ الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى وهو الذي يسيركم في البحر في السفن. لما السفينة كده اللي شوف وزنها بقى بيبلغ قد ايه، وممكن تلاقي السفينة بتكون يعني اكتر من دور والكلام ده، ومساحة تحس انها يعني من الداخل كأنها قرية لوحدها كده او مدينة، سبحان الله العظيم. هذه السفينة من الذي يسيرها في هذا البحر؟ من الذي امر الماء ان يحمل هذه السفينة السفن اللي هي الفلك؟ يعني حتى إذا كنتم في السفن في البحر وجرت بهم بريح طيب ففرح الركاب بتلك الريح الطيب فبينما هم في فرحهم جاءتهم ريح قوية الهبوب وجاءهم موج البحر من كل جهة وغلب على ظنهم أنهم هالكون. في اللحظة دي خلاص أكنهم شافوا الموت بعينيهم، الريح جت من كل مكان والموج خلاص في اللحظة دي شافوا الموت بعينهم. في اللحظة دي الإنسان بيعمل إيه؟ أو الناس بتعمل إيه في اللحظة دي؟ خلاص الإخلاص كله بيجي، دعوا الله مخلصين له الدين، يعني دعوا الله تبارك وتعالى وحده ولم يشركوا معه غيره، قائلين لئن أنجيتنا، يعني لئن أنقذتنا من هذه المحنة المهلكة لنكونن من الشاكرين لك على ما أنعمت به علينا. شوف الإنسان بيعاهد ربنا على إيه؟ في اللحظة دي بيدعو الله عز وجل. بالمناسبة في هناك دعاء للريح، مين عارفه؟ لما تيجي ريح كده ندعي ربنا تبارك وتعالى نقول ايه؟ ها؟ لما يكون في ريح جاية كده شوية هوا كده شديد ولا حاجة، هوا شديد نقول ايه؟ قول يا شيخ كويس. أحسنت. أحسنت، يبقى ده أدعية جميلة يا جماعة نحفظها. اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به. وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. ده دعاء الايه الريح لما تشيل شوية يعني ايه عاصفة جاية كده ولا ريح ولا الكلام ده. طيب فالإنسان في اللحظة دي
أو الناس وهم على ظهر هذه السفينة دعوا الله عز وجل مخلصين له الدين، وكمان بيعهدوا ربنا وبيقولوا له لأن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. طيب، فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. يعني لما استجاب الله تبارك وتعالى دعاءهم، لأن الله تبارك وتعالى أيها الأحبة قريب، وإذا سألك عبادي عني فقل إني قريب، كده صح ولا غلط؟ غلط. إما نقول إيه يا حاج مسعد؟ ها، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ربنا تبارك وتعالى يستجيب الدعاء. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، الآية اللي قبلها. يبقى الدعاء عبادة، الإنسان يدعو الله تبارك وتعالى والله تبارك وتعالى يستجيب. فالجماعة دولة هم في السفينة دعوا الله عز وجل مخلصين له الدين وقالوا لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. بس يا ترى هو اللي عهدوا ربنا عليه ده هيفضلوا عليه ولا هيخونوا العهد؟ هيخونوا العهد طبعا، ده غالب الناس، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، مش كده؟ فلما استجاب الله عز وجل دعاء وأنقذهم من تلك المحنة، عملوا إيه بعدها؟ إذا هم يفسدون في الأرض بارتكاب الكفر والمعاصي والأثام، أفيقوا أيها الناس إنما عاقبة بغيكم السيئة على أنفسكم فالله لا يضره بغيكم سبحانه وتعالى. وانت مفكر انك انت بتضر ربنا بالمعاصي بتاعتك، انت بتضر نفسك، انت بتهلك نفسك انت. فانما بغيكم ايه؟ انما بغيكم على انفسكم متاع الحياة الدنيا، يعني تتمتعون به في الحياة الدنيا وهي فانية، ثم الينا رجعكم يوم القيامة فيخبركم بما كنتم تعملون من المعاصي ويجازيكم عليها سبحانه وتعالى. افتكر اللحظة دي اللي انت هتقف فيها بين يدي الله تبارك وتعالى، افتكر اللحظة دي لما هتمشي على الصراط، افتكر اللحظة دي لما هيكون في قنطرة وهناك يعني ايه الحسنات والسيئات، هذه العملة في هذه اللحظة لفض المظالم بين العباد. فالإنسان دائما يتذكر الآخرة حتى يجتهد في الأعمال الصالحة. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بيبين مثل عظيم لهذه الدنيا، الدنيا دي عاملة زي ايه كده بالضبط؟ شوف ربنا بيقول لك ايه، انما مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالامس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. يعني الدنيا ديت بالضبط كده مثل الحياة الدنيا التي تتمتعون فيها، اللي انتم ماسكين فيها بإيديكم وسنانكم ومفكر انك انت هتعمر في الدنيا ديت وما انتش هتسيبها أبدا، وانت مسكين انت أصلا في الدنيا ديت، ربنا تبارك وتعالى إداك عمر معين هتعيشه فترة معينة، وبعد الفترة ديت يعني إما هناك حساب وهناك ميزان والأمور دي، فالإنسان ينتبه. يبقى الدنيا ديت في سرعة انقضائها كمثل مطر، زي المطر كده الشتاء ما بينزل من السماء، اختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس من الحبوب والثمار ومما تأكل الأنعام من الحشيش وغيره حتى إذا أخذت الأرض لونها الزاهي وتجملت بما تنبته من أنواع النبات. شوف شكل النبات بيبقى شكله عامل ازاي، والزهور بقى والورود والكلام ده كله. وظن أهلها أنهم قادرون على حصاد ما أنبتت جاءها قضاؤنا بإهلاكها فصيرناها محصودة كأن لم تكن عامرة بالأشجار والنباتات في عهد قريب، كما بينا لكم حال الدنيا وسرعة انقضائها نبين الأدلة والبراهين لمن يتفكرون ويعتبرون. فالمؤمن بيتفكر في هذه الدنيا، بتشوف حقيقة هذه الدنيا، حتى اسمها دنيا من الدناءة من الدنو، يعني شيء ولو كانت الدنيا تساوي عند الله تبارك وتعالى جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. تخيل الدنيا ديت لو تساوي عند الله عز وجل جناح بعوضة، ناموسة أعزكم الله، ما سقى منها كافرا شربة ماء. وبعدين احنا عارفين
في الحديث أنه يأتي يوم القيامة الرجل السمين لا يزن عند الله عز وجل جناح بعوض، رجل سمين ضخم وزن ثقيل عضلات وكمال أجسامه والكلام ده كله، ومع ذلك لا يزن عند الله عز وجل جناح بعوضة. ممكن جناح البعوضة يكون أثقل منه بسبب إيه؟ بسبب استمراره في المعاصي والسيئات وبعده عن ربنا تبارك وتعالى. فالمؤمن يتفكر، ولذلك ختمت الآية كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. يتفكروا في حقيقة هذه الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم سمعون الصلاة عليه كان بيقول مالي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها، وكان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما يوقد في بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم نار، إنما هما الأسودان التمر والماء. تخيل طعام النبي صلى الله عليه وسلم لمدة شهرين أو ثلاثة تمر ومية. شوف احنا بناكل دلوقتي يعني اللحوم قد ايه وفراخ قد ايه والكلام ده، طعام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لمدة شهرين أو ثلاثة التمر والماء الأسودان. سبحان الله العظيم. والله يدعو إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يعني ربنا سبحانه وتعالى يدعو جميع الناس إلى جنته التي هي دار السلام، يسلم فيها الناس. يسمها السلام ليه؟ الجنة من أسمائها دار السلام، لأن من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى السلام سبحانه وتعالى. السلام حتى تذكر اسم الله تبارك وتعالى عندما تلقي السلام على أحد، السلام عليكم، أسماء الله تبارك وتعالى السلام. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام، برضو تحية أهل الجنة السلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيدعونا، يدعو جميع الناس إلى دار السلام. هو ربنا عايزك تدخل الجنة سبحانه وتعالى التي هي دار السلام، واسمها السلام عشان بيسلم فيها الناس من المصائب والهموم، ويسلمون من الموت، لأن الجنة ما فيهاش موت خلاص، الجنة حياة أبدية، حياة أبدية خلاص، ما فيش موت، ما فيش أمراض، ما فيش هموم، ما فيش أحزان، فيش حاجة خالص، حياة منعمة، حياة يعني نعيم دائم إن شاء الله تبارك وتعالى. ربنا يجعلنا من أهلها. والله تبارك وتعالى يوفق من شاء من عباده إلى دين الإسلام الموصل إلى دار السلام. يبقى هذه الآيات أيها الأحبة فيها أن الله تبارك وتعالى أسرع مكرا من مكر عباده، من مكر هؤلاء بعباده المؤمنين. كذلك بغي الإنسان عائد على نفسه ولا يضر إلا نفسه. أنت خليك مستمر على المعاصي، خليك تارك للصلاة، خليك بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، في النهاية يعني يا مسكين إيه اللي هيحصل؟ في بغيك ده وبعدك عن ربنا ده راجع عليك أنت. خلي الدنيا تفضل واخداك بقى عند ربنا، واستحمل بقى خلاص اللي بعد كده. في حساب وفي جزاء. كذلك الآيات فيها بيان حقيقة الدنيا في سرعة انقضائها وزوالها، وما فيها من النعيم فهو فان. كذلك الجنة هي مستقر المؤمن لما فيها من النعيم والسلامة من المصائب والهموم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وصلهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.